رئيس الحكومة يقر أمام نواب الشعب بوجود نقائص في عمل الحكومة لمواجهة معضلتي البطالة والتنمية، ويدعو إلى ضرورة إيجاد حلول توافقية لتحسين الوضع. توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى كل من البحرين والكويت. خلال زيارته إلى تونس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يحذر من تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بسبب الانقسام السياسي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. وصف رئيس الحكومة لحبيب الصيد الحلول التي قدمتها حكومته في مجابهة مطالب التشغيل والتنمية في الجهات الداخلية وصفها بالحلول الناقصة، وطلب من نواب الشعب خلال جلسة الحوار مع الحكومة تقديم مقترحات عملية من شأنها حل أزمة التشغيل. وقد جاء ذلك في عقاب رفض أغلبية النواب تخصيص أشغال الجلسة العامة لمناقشة الوثيقة التوجيهية للتنمية للمخطط الخماسي القادم، معتبرين مناقشتها في مثل هذا الظرف الذي تمر به البلاد ضربا من ضروب الهروب إلى الأمام. اكتفى رئيس الحكومة بتقديم ما أسماها بالتوطئة حول الوضع العام بالبلاد، خاصة بعدما شهدته بعض الجهات الداخلية من احتجاجات مطالبة بالتشغيل والتنمية وما رافقها من أعمال شغب نسبها رئيس الحكومة لمندسين هيئوا الأجواء للعصابات الإرهابية لمحاولة الانقضاض على الدولة حسب قوله، مطالبا النواب بتقديم مقترحات حلول. الحلول اللي عملناها ماهيش الناس كلها حلول ناقصة، ونقول ناقصة ويلزمنا ومن واجبنا كحكومة باش نلقاو حل للبطاله في 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 بلادنا، وهذه من اوكد الاولويات، ونفهموا ونتفهموا الاوضاع نتاع الشباب والبطاله، لكن يلزمنا مع بعضنا نتفاعلوا، مع بعضنا نلقاو الحلول. وكان من المقرر حسب جدول اعمال الجلسه العامه الذي حدده مكتب المجلس ان يتولى رئيس الحكومه تقديم الوثيقه التوجيهيه للتنميه للمخطط الخماسي القادم، الا ان اغلب النواب من الائتلاف كما المعارضه اعتبروا ان حاله الاحتقان التي تشهدها البلاد وارتفاع منسوب مطالب التشغيل والتنميه يستدعيان ان تخصص الجلسه العامه لتشخيص هذا الوضع والبحث له عن حلول انيه لا استراتيجية، وطلبوا بإرجاء النظر في الوثيقة التوجيهية إلى حين. نقاش الوثيقة التوجيهية ماهوش مجالها. الوثيقة التوجيهية باش نعملوا بها؟ باش نوكلوا بها الناس في الجهات؟ الوثيقة التوجيهية معمل هي باش تخدم فيها الناس؟ هي تصورات. بطبيعة مش نهارها، هذا هروب إلى الأمام، اليوم تمارس علينا هروب إلى الأمام، في وقت اللي فما احتجاجات في الشارع، جابوا وثيقة توجيهية اليوم الصباح. يعني معناتها مش باش يحلوا المشكله، الناس ما عندهمش اراده باش يحلوا المشكله. جيت باش تحكي لنا على الاستراتيجيه ما خليناكش، وماناش باش نخلوك. مشكلتكم باش كيفاش توازن بين الاستراتيجي والاني. هذاك ما تملكه الحكومه، فهمتني؟ فهذا تاتي في سياق موقع من انه معناها مصادقه على الميزانيه وعلى قانون الميزانيه، هذا ما عنده الاطار هذاك اللي يمشي فيه. اليوم احنا نحب نخرج شويه على الاطار هذاك. ومع عجز الحكومه عن تقديم الحلول العاجله لازمه التشغيل حسب تقدير بعض النواب، تقدم بعضهم بمقترحات لمعالجه هذه الازمه، في مقدمتها القطع مع البيروقراطيه والتشريعات المكبله لبعض المشاريع ومكافحه الفساد والمحسوبيه وغياب الشفافيه خاصه في الانتداب في الوظيفه العموميه، فيما دعا نواب اخرون الى ضروره تحفيز القطاع الخاص والتفكير الجدي في المصالحه الاقتصاديه. في إطار التعاون العربي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين تونس والبحرين، شملت بالأساس مجالات الدفاع والأمن والتنمية المستدامة، وذلك خلال زيارة رسمية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى مملكة البحرين. توجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، زيارة تباحث خلالها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري. تونس والبحرين كنا دائما معا، وحتى من حسن الطالع لما كنا في القمم العربية مقعد تونس كان ملاصق لمقعد البحرين، وهذا
إشارة للتقارب، لكن التقارب أعمق في مواقف وكذلك أيضا في الوضع اللي نحن فيه. نكرر ترحيبنا بكم في بلدكم الثاني البحرين، وأن تقترن زيارتكم بإنجاز المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي بمجالاتها الرحبة والسعي إلى تفعيل نتائجها بما يعود بالنفع والخير على بلدينا الشقيقين. كما تم بالمناسبة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم مجال البيئة والتنمية المستدامة ومجال الدفاع والأمن، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجال النقل الجوي والمجال الصحي. وتعبيرا على عمق العلاقات التاريخية بين تونس ومملكة البحرين، قام ملك البحرين بتوسيم رئيس الجمهورية بوسام الشيخ عيسى آل خليفة، كما تولى بدوره الباجي قائد السبسي توسيم الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالصنف الأكبر من وسام الاستقلال. زيارة رسمية بيومين لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي إلى مملكة البحرين، والتي قد تساهم في دفع نسق التعاون الاقتصادي بين تونس والبحرين، والتي تشهد في الفترة الأخيرة تطورا متواصلا بفضل النسق المتصاعد للزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين. أيمن بالحاج سالم، التلفزة التونسية، من العاصمة البحرينية المنامة. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اختتم زيارته إلى الكويت، زيارة أسفرت هي الأخرى عن إمضاء عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، خاصة في المجال العسكري. توقيع اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين تونس والكويت، وهي الأولى من نوعها بين البلدين، كانت من بين أهم ما أسفرت عنه أول زيارة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لدولة الكويت، وذلك إثر لقاء جمعه بالشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت. اتفاقية تنضاف إلى ما لا يقل عن 50 اتفاقية ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مختلف المجالات. الاتفاقية تهدف إلى وضع أسس للعلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري بين الجانبين، ومن المنتظر أن تضاعف الكويت من دعمها لتونس عبر الصندوق الكويتي للتنمية في المشاريع التي تقدمها، وفق ما أعلنه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد مقابلة مع رئيس الجمهورية. هنالك تعاون بين تونس والكويت، تعاون أعتقد ممتاز ومثمر للجميع، خاصة في الميدان السياحي، وتقريبا السياحة التونسية انطلقت تعاون يعني المستثمرين الكويتيين، وإن شاء الله باش يجيوا مستثمرين آخرين إلى تونس. سوف نضاعف من تواجدنا عبر الصندوق الكويتي للتنمية في مشاريع اللي تقدمها الحكومة التونسية. وفي اليوم الثاني من زيارته اجتمع قائد السبسي بعدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، الذي أكد أن مجموعة من رجال الاقتصاد في القطاع الخاص الكويتي مهتمون بالاستثمار في تونس. يعني بعض الاستثمارات من القطاع الخاص الكويتي في تونس، وبحثنا عدة اقتراحات، ونعمل إن شاء الله بالقرب العاجل نستلم من الجانب التونسي بعض المقترحات وبعض المشاريع الاقتصادية السياحية خاصة في تونس. ليمثل الوضع العام في تونس والأوضاع الاقتصادية على وجه الخصوص إلى جانب العلاقات التونسية الكويتية وتطورات المشهد الإقليمي، أبرز المحاور خلال لقاء رئيس الجمهورية بعدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية. الزيارة أكدت متانة العلاقات الثنائية بين تونس والكويت وسعي كل منهما إلى تعزيزها، خاصة وأن هذه العلاقات التونسية الكويتية تعود إلى عقود من الزمن. في تونس، وفي جلسة حضرها ممثلون عن مختلف الوزارات إلى جانب بعض الأحزاب وجمعيات من المجتمع المدني، قدمت اللجنة القطاعية لحماية البيئة والتنمية والاقتصاد الأخضر تقريرا ضمنته أهم التوجهات والمشاريع المبرمجة في المجال البيئي، تقرير كان محل نقاش. تحسين ظروف العيش والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات البيئية إلى جانب تطوير قطاع التصرف في النفايات ومعالجة مشاكل التلوث الصناعي بعديد الجهات هي بعض من توجهات وأهداف وزارة البيئة للمخطط الخماسي المقبل للتنمية، توجهات ستجسم في مشاريع من شأنها أن توفر العديد من مواطن الشغل. لحد الآن ممكن نجزم أنه باش تقرب للخمسين ألف موطن
الشغل بالنسبة للقطاع البيئي والاقتصاد الأخضر في أفق 2020. المشاريع ضمنتها اللجنة القطاعية لحماية البيئة والتنمية والاقتصاد الأخضر في تقرير عرضته خلال جلستها الرابعة، جلسة أعلن خلالها وزير البيئة عن مشروع لدعم المجهود البلدي. عندنا مشروع اللي على الأقل باش يجيب ما بين مواطن شغل مباشرة أو غير مباشرة 5000، واللي هو باش ينطلق في 2016 على مستوى 24 بلدية، باش ندخلوا منظومات جديدة متاع تنظيف، واللي باش تعتمد معناها على التنظيف الميكانيكي لكن بطاقة تشغيلية كبيرة واعتمادات كبيرة. في 2016 باش نضيفوا تقريب 50 مليون دينار أو 50 مليار على ميزانية الدولة لمعناها القيام بوظيفة التنظيف هذه بالطريقة الجديدة. المشاريع برمجت لها استثمارات قدرت بحوالي 2200 مليون دينار، وقد استحوذ مجال التطهير على نسبة كبيرة منها. مجال التطهير في حدود يعني 960 مليار، أي بنسبة تقريبا 40% من جملة الاستثمارات المخصصة لحماية البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. بالنسبة للتطهير يعني ستتطور، يعني فهمت معناها نسبة الربط بشبكة التطهير في حدود 93% مع نهاية المخطط اللي هي حاليا في حدود 85% تقريبا. المشاريع والاستثمارات المبرمجة للمخطط الخماسي المقبل أعدت بناء على التقييمات التي تمت للسنوات الأربعة الفارطة بخصوص مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة. وضمن برنامج إصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل، تم إطلاق برنامج دعم التكوين والإدماج المهني لتشغيل الشباب الذي سينجز بالتعاون بين تونس وفرنسا على مدى 5 سنوات وبتمويلات جملية تناهز 60 مليون دينار. وسيساهم هذا البرنامج في بناء منظومة تكوينية تعزز تشغيلية الشباب وتمكنهم من فرص حقيقية للتشغيل. تزامنا مع ما شهدته البلاد من احتجاجات شبابية مطالبة بالتشغيل، وفي إطار تنفيذ مشروع إصلاح منظومة التكوين المهني، انطلقت بمدينة الحمامات فعاليات ملتقى برنامج دعم التكوين والإدماج المهني عبر ورشات عمل للنظر في أفاق هذا البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه. هذا برنامج نخدموا عليه عندنا مدة طويلة، واليوم فما 60 مليار من المليمات 60 مليون دينار. البرنامج هذا سيخطط سيوضع على مستوى الجهات بشراكة كاملة مع القطاع الخاص ومع الشركاء الاجتماعيين، مع اتحاد الشغل واتحاد صناعة والتجارة والمنظمات المهنية ومع الجهات في كل الولايات المعنية. الشركاء الدوليون وعبر شراكة مع الحكومة التونسية ستتولى تمويل هذا البرنامج، سيما بالمناطق الداخلية لدعم البرامج التنموية فيها. فرنسا طبعا تحتل المرتبة الأولى في دعم التشغيل في تونس وفي دعم البرامج التنموية، وهذه الندوة يعني تندرج في إطار تعزيز علاقاتنا. التكوين المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل أولوية ملحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ونحن نبذل قصارى جهدنا في هذا المجال، ولدينا برنامج أوسع بقيمة 32 مليون يورو نعمل على تعميمه على 8 ولايات داخلية في تونس. ويبدو حسب بعض الملاحظين أن هذا البرنامج ربما سيعمل على تقليل حدة البطالة في الأوسط الشبابية، لكنه سيبقى مشروطا بما سينجز على الأرض. في الشأن الحزبي، دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي الحكومة إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ الاجتماعية لحل المسائل الاجتماعية الراهنة. اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة جهات البلاد دفع بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى أن يعقد مؤتمرا صحفيا ليقول فيه على لسان يمينه العام سمير الطيب أنه يساند تلك الاحتجاجات ذات الطابع السلمي، ويدعو الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الاجتماعية. الحكومة يجب أن تعلن حال الطوارئ الاجتماعية، هذا ما فيش نقاش، هذا باش يخلق جو كامل ويمكن الحكومة أنها تعمل تعب عامة، والتوانسة الكل تحس روحها
معناها مسؤولة على اللي قاعد يصير وعندها دور لازم تلعبه. حزب المسار يدعو أيضا إلى أن تصبح الدولة قاطرة للتنمية، ويقترح إجراءات تتعلق أساسا ببعث صندوق لمناطق التمييز الإيجابي يتم تمويله عبر اكتتاب وطني للمواطنين والمؤسسات واقتطاع جزء من الموارد المالية التي يوفرها التراجع في سعر النفط. زيادة على ذلك يقترح إجراءات لفائدة الشباب. الشباب هذا مكنوه من تخفيض في الانترنت ب 50% في المناطق نتاع التمييز الايجابي. الشباب هذايا في المناطق هذه كيف نعطيوها بطاقات علاج مجاني لانهم بطاله وما عندهمش قادرين باش يمشيو يداويو، ولكن مهم هيكلين نطالبوا باحداث وزاره تعنى بالشباب. امين عام حزب المسار يدعو ايضا اصحاب المال والاعمال الى ضروره المبادره ببعث مشاريع في مناطق التمييز الايجابي، ويؤكد عدم مطالبه الحزب باسقاط الحكومة. أمضت كل من الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والديوان الوطني للسياحة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي اتفاقية تعاون قامت بموجبها الوكالة اليابانية ببعث موقع إلكتروني باللغة اليابانية للتعريف بالوجهة السياحية التونسية. في إطار دعم السياحة التونسية وتشجيع السياح من اليابان على الوجهة التونسية، تم الإمضاء على اتفاقية تعاون فني قامت بموجبها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ببعث موقع إلكتروني باللغة اليابانية يتضمن أهم المعالم وأفضل الوجهات السياحية في تونس. بعث هذا الموقع يهدف إلى الترويج للسياحة التونسية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها تونس. صحيح أنه في الوقت الحالي لا يوجد إقبال من اليابانيين على الوجهة التونسية، لكن آمل أن يثمر هذا التعاون نتائج إيجابية. هذا الموقع هو من تصميم خبراء يابانيين ونتيجة عمل 3 سنوات، وسيكون منذ اليوم على ذمة الجانب التونسي لتطويره واستغلاله لكسب أسواق أخرى كالسوق اليابانية. قلوا دائما الأسواق البعيدة يمكن أن تكون يعني سوق مؤثرة لتطوير السياحة التونسية، ولكن لابد أن نعمل عليها من ناحية تنمية وتنويع وتطويع المنتوج للخصائص ومتطلبات هذه السوق، وكذلك إيجاد خاصة آليات الترويج. موقع الويب هذا باللغة اليابانية هو آلية من آليات الترويج. ترويج من شأنه استرجاع ثقة السائح خاصة في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها قطاع السياحة بعد التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. الصورة اللي عن تونس اليوم في الخارج للأسف ما يشلك الكل، للأسف شديد يلزم التعاطي مع المسألة هذه، وخاصة معناها من جانب نركحوا الجو كما يقولوا نحن، ومن جانب زادة أنه المهنيين يلزم ياخذوا أكثر الأمور بصراحة بيديهم، يلزم يستثمروا أكثر، يلزم يمشيوا أكثر. وأكيد الحكومة التونسية زادة عندها واجب كبير على مستوى خاصة استراتيجية وخاصة الفولونتي بوليتيك فيما يخص السياحة، لأنه السياحة اليوم تراجع ب 1300 مليار في المداخيل ما بين 2015 و2016، مبلغ كبير جدا. موقع من المنتظر فتحه على باقي الدول الآسيوية في إطار البحث عن أسواق جديدة لدعم الأسواق التقليدية. عبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له اليوم عن الأسف لعدم تشريكه في التشاور حول الوضع العام بالبلاد والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، سيما خلال سلسلة لقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. وأعرب في المقابل عن الارتياح لتولي الحكومة التونسية تشريك مختلف أطياف المجتمع التونسي من أحزاب سياسية ومنظمات ومجتمع مدني في وضع حلول استراتيجيات عمل مستقبلية لقضايا الشأن العام ذات الأولوية. وقال إن تقليص عدد النساء في مواقع القرار وفي المناصب العليا للدولة وفي مواقع القيادة والريادة على مختلف المستويات لم تشهد تونس مثيلا له منذ عقود، وفي تغييب استشارة المنظمة النسائية الوحيدة تفسيرا لذلك. وأضاف أن في إقصاء نساء تونس التي يمثلن نصف المجتمع عدديا من مشاورات الحكومة تضارب مع مبادئ الدستور، معربا عن الأمل في أن يتم تدارك ذلك. تراجعت تونس بنقطتين في مؤشر مكافحة الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية. هذا التراجع وصفته منظمة أنا يقظ بالكارثي، وأرجعته إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد. كشفت منظمة أنا يقظ واستنادا إلى منظمة الشفافية الدولية أن تونس تأتي في المراتب الأخيرة في مكافحة الفساد،
وهو ما يعكس تراجعا كبيرا لتونس في مؤشرات مدركات الفساد. وأكدت منظمة أنا يقظ أن تراجع تونس في هذا المجال يعد كارثيا. احتلت المرتبة 76 من 168 دولة، اللي هو تقدم يتسمى في المراتب بالنسبة للسنة الفارطة اللي كان 79 على 175 دولة، لكن تونس تراجعت في عدد النقاط اللي أسندت إليها، اللي هي 38 نقطة على 100، واللي هي كانت السنة الفارطة 40 على 100. التراجع هذايا احنا كمنظمة أنا يقظ اعتبرناه كارثي نوعا ما. انتشار الفساد حسب منظمة أنا يقظ أثر على الوضع العام للبلاد والاستقرار، وقد أرجعت المنظمة استفحال الفساد إلى غياب الإرادة السياسية وإطار تشريعي وقانوني فاعل في محاربة هذه الآفة. الهيئة الدستورية لمحاربة الفساد وحكم الرشيدة لليوم للأسف لا زالت حبرا على ورق. للأسف اليوم ما فماشي يعني تنسيق واضح ما بين المجتمع المدني والسلطات المكلفة بمحاربة الفساد، سواء كان الحكومة أو حتى مجلس نواب الشعب. أيضا دعينا في أحد توصياتنا هو إصلاح القضاء وتحميل القضاء مسؤولية أكبر في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وأيضا حل يعني فوري طلبنا به هو سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. في هذا التقرير احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في غياب الفساد، وقد رجح الخبراء ذلك لمنسوب حرية الصحافة العالي وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانيات العامة، إضافة إلى تميز هذا البلد باستقلال كلي للقضاء. في الشأن الأمني، قامت فرقة الأبحاث العدلية والحرس الوطني بجندوبة بالكشف عن عناصر عصابة تقوم بتفكيك وتركيب سيارات، وذلك بضيعة كائنة بجندوبة وإيقاف العناصر الخمسة المشتبه بهم، إلى جانب حجز وسائل نقل خضعت لتغييرات جوهرية في تركيبتها. كما تم الكشف عن ورشة داخل الضيعة مخصصة للقيام بعمليات تركيب وتفكيك السيارات. كما تمكنت وحدات الحرس الوطني من الإطاحة بعصابة مغاربية وبحوزتها كمية من القنب الهندي. تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية مغاربية وإيقاف عدد ثلاثة مروجين وحجز كمية من القنب الهندي زطلة المعروفة في وسطنا الشبابي بالزطلة وزنها 3 كيلوغرامات. كما تمكنت المنطقة وفي نطاق نفس الحملات الهادفة والمبرمجة من حجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية المزيفة يقدر بأكثر من 1000 دينار. توفي ظهر اليوم عسكري إثر حادث تعرضت له سيارة عسكرية بالمنطقة المغلقة، وبالتحديد في منطقة مشهد صالح على بعد 56 كيلومتر شمال ذهيبة و70 كيلومتر جنوب تطاوين. وفق المقدم بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، وتتمثل صورة الحادث في خروج سيارة عسكرية عن الطريق بعد فقدان سائق السيطرة عليها، من جرى عنه سقوط عسكري من على متنها، وقد توفي على عين المكان في حين تم نقل عسكري ثاني كان برفقته داخل العربة إلى المستشفى الجهوي بتطاوين حيث يخضع للفحوصات اللازمة. تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة بعد تحريات ميدانية معمقة من إيقاف 9 عناصر تكفيرية قاطنة ببنزرت تنشط في مجال استقطاب الفئات الشبابية لتسفيرها إلى بؤر التوتر. وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم، اعترف المظنون فيهم بتحضيرهم للتحول إلى مدينة سرت الليبية للانضمام إلى صفوف ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالتنسيق مع عناصر إرهابية موجودة بالقطرين الليبي والسوري، وستتم إحالة جميع الموقوفين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حال استكمال الأبحاث معهم. في موضوع آخر وفي نسخته الثانية، قدم المشاركون في الصالون الخاص بتجهيزات ومواد حفظ الصحة أبرز المنتجات المتطورة في مجال حماية المحيط وحفظ الصحة، ويهدف الصالون إلى مزيد تحسين واقع حفظ الصحة بمختلف المؤسسات.
مهدي بن حميدة وكيل شركة خاصة بتصنيع مواد التعقيم يشارك اليوم لأول مرة في الدورة الثانية من الصالون الخاص بتجهيزات ومواد حفظ الصحة كلين إكسبو، ويحاول التعريف بمنتوج جديد بمواصفات عالمية يعتمد خاصة بالمؤسسات الصحية. دونك المساحيق هذوما معناها يمكنونا باش معناها نتجنبوا العدوى، نكونوا معناها الطريقه اللي تغسل بها باش معناها تكون في المليو نتاع السبيطارات ونتاع الكلينيكات يكون اكثر تبع المعايير الدولية. الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو مزيد تحسين معناها واقع الصحة وحفظ الصحة في المؤسسة حتى يكون معناها العمل معناها مريح، وحتى يكون عنده وهو في الأصل معناها عنده تأثير مباشر على الإنتاج والإنتاجية في المؤسسة. المشاركة بتاعنا الهدف منها هو التعريف بالشركة والمنتوجات بتاعنا في الميدان المهني. 40 مشارك قدموا خلال هذا الصالون منتوجات مختلفة ومتعددة الاستعمالات، ولم يخفوا أيضا بعض الإشكاليات الخاصة بالقطاع. قطاع ما هوش منظم، لأن خاصة في السنين الأخيرة شفنا عمليات توريد بضاعة خارجية لا تستوجب المواصفات العالمية. ثم آفات اللي هي توا معناها يلزمها الدولة بيدها تعاوننا فيها، اللي هي مثلا كما نقولوا الكلاب السايبة. الدولة ما عادش تقاوم فيها، سيبتها للشركة الخاصة اللي من بينهم احنا، لكن مش كافي، ثم نقص كبير ياسر. الصالون يتواصل إلى غاية 29 من الشهر الجاري بمنتوجات متطورة خاصة بالتنظيف والتطهير والتعقيم، مواد يمكن استعمالها بمختلف الفضاءات والمؤسسات، والهدف واحد: محيط نظيف وحفظ الصحة للجميع. إلى موضوع اجتماعي وصحي، رواد اليعقوبي طالب متفوق في الدراسات الهندسية والابن الوحيد لعائلة فقدت أحد ابنيها بالمرض نفسه مؤخرا. هو يشكو من قصور في القلب ويحتاج إلى تدخل طبي وتبرع بقلب قد يعيد إليه الأمل في الحياة. رواد اليعقوبي الطالب المتفوق بالمعهد التحضير للدراسات الهندسية ظهرت عليه فجأة بعض علامات المرض الذي أودى بحياة أخيه ذي 11 ربيعا، وذلك منذ 8 أشهر فقط. دموع الأم لم تجف بعد، ولوعة الأب جعلته يتعلق بأمل إرساله إلى فرنسا ليرفع من احتمال حصول ابنه على متبرع بقلب قبل فوات الأوان. الأول مشى والثاني هاكي طاروا فيه، معناها نطلب من الدولة ومن السلطة ومن الرئيس ومن رئيس الحكومة وكل معناها ينقذوا لي وليدي، يعني مكسبي زوز وليدات هكا. درنا الكلينيك الكل، الكارديولوج الكل، السبيطار، عملنا المستحيلات السبعة، أون فان دو كونت فرنسا. يزمو معناها الزرع قلب اللي نورمالمون ما يصيرش في فرنسا، ولكن زلنا نعرفوا أنه ساعة أول حاجة يلزم حالته الصحية تسمح باش يصير زراعة القلب. ويلزم ثم ليست اتونت غادي في فرنسا يقبلوا بانه يقبلوه في ليست اتونت هذيك، ويلزم القلب اللي باش يزرعوه له يكون كومباتيبل مع الجسم نتاعو. حاله رواد تثير اذا من جديد مدى تقبل المجتمع التونسي للتبرع بالاعضاء. التونسي للتو ما هوش مقتنع بعمليه تبرع بالاعضاء. كي يبدا الانسان حي يكون هو متحمس ويعطي للمريض نتاعو، خاصة بالنسبة للكلوة، كي نوصلوا للمتبرع المتوفي يولي مشكلة أخرى، يولي فما رفض تام من أهل المتوفي دماغيا اللي هو هما مش مقتنعين بعملية التبرع بالأعضاء. وبالعودة إلى الشاب رواد، حالة حرجة تحتاج إلى تدخل استثنائي عاجل لأكثر من طرف لأجل مستقبل شاب متفوق وقلب أم قد لا يحتمل أن تثكل مرتين في عام واحد. تزامنا مع انعقاد الجلسة السنوية لجمعية البورصات الفرنكوفونية، انطلقت صباح اليوم بتونس فعالية أول منتدى للبورصات الفرنكوفونية، منتدى تنظمه بورصة تونس للأوراق المالية مع كل بورصات الدول الفرنكوفونية. تعزيز التعاون بين بورصة تونس للأوراق المالية وبورصات كل الدول الفرنكوفونية وتطوير الأسواق المالية من أجل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها منتدى البورصات الفرنكوفونية في نسخته الأولى. اليوم كما نعرف الكل في تونس مثلا السوق المالية متمول كان 7% من الاقتصاد،
في اوروبا تقريبا 38%، ومعناها المجال باش نطوروا السوق الماليه كبير برشا، وهذاك علاش اغتنمنا الفرصه هذه نتاع الفوروم هذايا، واللي ان شاء الله باش يكون نعودوه كل عام باش نشوفوا التجارب نتاع الدول الشقيقه والصديقه، ونحاولوا كيفاش البورصات تتعلم تخدم مع بعضها. نحن نسعى من خلال هذا المنتدى لتعزيز التعاون بين البورصات الفرنكوفونية ودفع الإجراءات التي من شأنها أن تطور الاقتصاد، ونحن هنا لنتشاور جميعا حول كيفية تشجيع المستثمرين على بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة. المنتدى الأول للبورصات الفرنكوفونية اعتبره عدد من وسطاء البورصة أنه فرصة هامة لطمأنة المستثمرين ولخلق فرص استثمار مختلفة بتمويلات من الأسواق المالية، باعتبارها تمثل نوعا من الوساطة بين المستثمرين المؤسساتيين والشركات المتوسطة والصغرى. اليوم الشركات الصغرى ما لقاتش حظها في الحقيقة، ونقولوها مع التمويل البنكي، لأن نفس المشاكل، لأن مشاكل المخاطر، مشاكل الشفافية، وإحنا نقولوا يلزم اليوم تدعيم رأس مال الشركات، وتدعيم رأس مال عادة ما يصير كان عن طريق التمويل بالمخاطر، هذا من الفوند كابيتال ريسك، أو كذلك تمويل عن طريق السوق المالية. ومن المنتظر أن يرتفع عدد الشركات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية التي تحسن أداؤها منذ بداية السنة الحالية ب5% بعد أن أقفلت معاملاتها للسنة الفارطة بإلا 1%. في الملف الليبي، حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بتونس العاصمة، حذر من مغبة السماح بتمدد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بسبب الانقسام السياسي وبطء تفعيل الحل السياسي الممضى من قبل الفرقاء الليبيين تحت مظلة الأمم المتحدة. نبه المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في مؤتمر صحفي احتضنته العاصمة هذا الصباح الفرقاء الليبيين والرأي العام الدولي من تبعات البطء في تجسيم اتفاق الصخيرات الذي رعته المنظمة الأممية. وقال كوبلر إن استمرار الجذب والرد بين الفرقاء في ليبيا دون تفعيل الاتفاق السياسي سيمكن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من التمدد على الميدان. الانشغال الأكبر هو تمدد المنظمات الإسلامية المتشددة جنوبا باتجاه النيجر والتشاد، إذا لابد من الإسراع في حسم الخلافات. مخاوف كوبلر أو هاجس اتساع رقعة نفوذ التنظيم المتشدد دفعت المبعوث الأممي إلى المناداة بالإسراع في تأسيس حكومة وحدة وطنية قوية يمكنها مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع حظر توريد السلاح عن ليبيا من أجل حسم المواجهة مع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وقال كوبلر إن الانقسام لن يشجع المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا. وفي إشارة إلى رفض مجلس نواب طبرق لأحد بنود اتفاق الصخيرات والمتعلق بالمناصب السيادية، أكد مارتن كوبلر أن مجلس نواب طبرق ليس مخولا له الانفراد بمراجعة أو تعديل بنود الاتفاق السياسي، اتفاق الصخيرات الذي قال عنه إنه ساري المفعول منذ التوقيع عليه في ديسمبر الماضي وأن الأوان قد آن لتنفيذه. تحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في نهاية الشهر الجاري الدورة 26 لقمة الاتحاد الإفريقي، وقد انطلقت اليوم اجتماعات المجلس التنفيذي الوزاري تحضيرا للقمة. تتجه الأنظار أواخر الشهر الحالي لما ستحمله قمة الاتحاد الإفريقي المزمع انعقادها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا من ملفات هامة يتقدمها، خاصة ملف مكافحة الإرهاب وأحلال السلم والأمن بالقارة السمراء. هذه الدورة اختير لها شعار 16 و2000 عام وإفريقيا لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة، وذلك احتفاء بالذكرى 30 لدخول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ، وما شكله من تحول حقيقي في مسار التعامل الإفريقي مع قضايا حقوق الإنسان.
هذا وتعتمد القمة الإفريقية نتائج أعمال المجلس التنفيذي الوزاري الذي انطلقت اجتماعاته اليوم على مستوى وزراء الخارجية لتتواصل على مدى يومين لبحث توصيات الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي وأجندة القمة الإفريقية القادمة. وسيعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي انتخابات جميع أعضاء مجلس السلم والأمن المتكون من 15 عضوا، كما سيصادق على نتائج الانتخابات لعضوية أجهزة الاتحاد الإفريقي. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 10 من عناصر القوات العراقية بينهم مسؤول أمني في هجوم شنه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية اليوم على مجمع سكني في بلدة البغدادي بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما أعلنت مقتل 16 شخصا من عناصر التنظيم وأفشلت هجومهم على المجمع بعد اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الأمن العراقية ومسلحي العشائر. كما قالت المصادر ذاتها إن القوات العراقية صدت هجوما لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بأربع سيارات مفخخة شمال الرمادي، مؤكدة أن طيران الجيش العراقي قصف السيارات المفخخة ودمرها وقتل الانتحاريين قبل وصولهم إلى أهدافهم. تبنى البرلمان الدنماركي بغالبية ساحقة تعديلا لقانون اللجوء في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى الدنمارك فيما تتواصل رحلات الهجرة السرية برا وبحرا. بغالبية ساحقة تبنى البرلمان الدنماركي تعديلا لقانون اللجوء يهدف أساسا إلى وقف موجة تدفق المهاجرين إلى الدنمارك، مشروع قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، ويتضمن إمكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد قبل البت بطلبات لجوئهم. تعديل هاجمه نواب من تنظيمات مدافعة عن البيئة وأقصى اليسار. من جهتها اتهمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اتهمت الدنمارك بتأجيج الخوف وكره الأجانب، فيما تستمر رحلات العبور الخطيرة إلى أوروبا رغم ظروف الشتاء القاسية. ففي السواحل اليونانية لقي 6 مهاجرين بينهم طفل حتفهم قبالة جزيرة يونانية قرب تركيا. كما تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ ما يقارب عن 2500 مهاجر من بينهم نساء وأطفال منذ الجمعة الفارط قبالة سواحل ليبيا، كانوا يركبون قوارب مطاطية وخشبية. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة قبل عملية الإنقاذ هذه، فقد وصل أكثر من 2200 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ مطلع العام الحالي. من جهتها قالت الشرطة الماليزية إنها انتشلت 5 جثث أخرى من المياه بعد يوم من انقلاب قارب أندونيسي كان يحمل مهاجرين بشكل غير مشروع. وبدأت السلطات الماليزية عملية البحث هذه يوم أمس بعد العثور على 13 جثة في البحر. في الرياضة، تأهل المنتخب التونسي لكرة اليد للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر إثر انتصاره على المنتخب الكاميروني بنتيجة 24 هدفا مقابل 20. مزيد من التفاصيل ضمن مراسلة ربيع البحوري من القاهرة. بصعوبة غير متوقعة وبأداء متوسط حقق المنتخب التونسي عشية اليوم المهم بالمرور إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم بالقاهرة. أداء المنتخب التونسي يعكس حجم الضغوط النفسية المسلطة عليه، وفي المقابل منتخب الكاميرون كان جيدا. أبناء سيلفان نوي وجدوا صعوبة كبيرة أمام الكاميرون في ربع النهائي. في البداية لم تتمكن عناصرنا الوطنية من النجاح في الهجمات المركزة لينتهي الشوط الأول على نتيجة 11 هدفا مقابل 10 لتونس. في الشوط الثاني سرعت عناصرنا الوطنية في النسق ولعبت الهجمات المعاكسة لتتمكن من أخذ فارق 5 أهداف قبل النهاية بعشر دقائق، ثم الانتصار على نتيجة 24 نقطة مقابل 20. من ناحية الهجومية قاعدين نلقاو في برشا صعوبات، خاصة
صحيح يعني طوي ذل دخلنا للمرحله النهائيه نصف النهائي ان شاء الله، يعني لازمنا نكونوا مركزين اكثر من هكا، لازم نحضر ماتشاتنا كل اكثر من هكا. كونسنتراسيون كانت طايحه شويه بريمير ميتون، فهمتني الدفاع معناها من الاول ما دخلناش ما مشيناش للكونتاكت معناها نضربوا قاعدين يعديوا في كور معناها ساهلين، فهمتني ما جريناش معناها ما ركيناش برشا كور على مونتي بال، فهمتني اللي هو الباز نتاع المنتخب نتاعنا معناها. بعد ريتونا الفتره الثانيه معناها رجعنا رواحنا لعبنا الدفاع نتاعنا مسنسبيه جرينا الهجمات المعاكسه. ويلاقي المنتخب التونسي المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي. ديربي مغاربي يرفض كل التكهنات، ورغم غياب ركائز منتخب الخضر فإن طبيعة اللقاء ورهانه يحتم على منتخبنا التونسي الحذر ولعب مباراة نموذجية للمرور لنهائي المسابقة. نتمنى أنه ضد منتخب جزائري كبير، منتخب معناها الراحة الملعبية يدخلوا حاضرين للطرح نفسانيا، منتخبنا نعرفوه في المناسبات الكبيرة ما يخذلناش، إن شاء الله نكونوا موجودين في الفينال. أتمنى القوي هو الذي يفوز واللي يمر إلى المباراة النهائية، لكن أنا لا أرشح أقول 50-50، طبعا 50-50 على الورق، لكن واقعيا المنتخب التونسي قوي وقوي جدا، لديه لاعبين أقوياء أصعب مما كان متوقع. هذا هو عنوان مباراة الدور ربع النهائي اليوم بين تونس والكامرون. غدا يوم راحة بالنسبة لعناصرنا الوطنية، واستئناف المغامرة سيكون بعد غد في مباراة نصف النهائي. ربيع البحوري، القناة الوطنية، القاهرة. يلقي المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره المالي يوم الأحد المقبل في الساعة الثانية ظهرا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بعد أن أنهت مالي منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني إثر تعادلها دون أهداف مع زامبيا في الجولة الأخيرة من الدور الأول. وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي تواجه رواندا الكونغو الديمقراطي، وتلاقي الكاميرون الكوت ديفوار، وتباري غينيا منتخب زامبيا. أجلت لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم في ختام اجتماعها اليوم إلى 9 من شهر فيفري المقبل النظر في ملف احتراز النادي الإفريقي والنادي صفاقسي على مشاركة أحمد العكيشي في المباراتين اللتين جمعتا النادي صفاقسي والنادي الإفريقي بالنجم الساحلي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إلى موضوع ثقافي فني الآن. هو فنان تشكيلي عصامي التكوين أصيل مدينة الشابة من ولاية المهدية، يعمل في البناء. طور إمكانياته في النقش على الرخام عبر تعبيرات فنية لشخصيات وطنية وسياسية وفنية. هو صوت المطرقة وآلة النقش، أدوات محمد دويهش في العمل. هو أصيل مدينة الشابة، يتحول من عامل بناء إلى فنان ينقش الوجوه والشخصيات على الرخام. كنت ننقش على الأرضيات، معناها لوطا إنسان معناها يزل الزرخام، معناها نجي أنا ننقش له أي حاجة يمدها لي ننقشها له، فهمني. خرجوا هما ماكينات معناها اللي تنقش معناها على الأرضية واحد، فهمني. حاولت أنا باش ما نعجزش، معناها صاي خرجوا هما ماكينة نموت، يلزمني نخرج حاجه ما تعملهاش الماكينه. خرجت معناها دي بورتري وجوه العباد. اول ما عملت نزار المكشر. شهيد الجيش التونسي نزار المكشر وغيره من امنيين واعلاميين ومشاهير الفن التونسي والعالمي نقشها محمد على لوحاته الرخاميه، ولكل صوره قصه واحاسيس. مثلا كيما الملولشي وقت اللي نقشته معناها عزين الحاج نصر، اقسم بالله بكيت. وهو بالحق هي مشاعر الفنان والإنسان عندما تجتمع في شخص لتنتج مثل هذه الأعمال، آخرها صور شهداء الأمن الرئاسي الذين استشهدوا مؤخرا في محمد الخامس. نحب معناها نخلدوا للتاريخ، فهمني، ماهوش كاغت ولا تصويرة ولا كلمة ومن بعد يتنسى، لا، لماذا بيا يعملوا لهم الشهداء الكل نصب، فهمني، لأولادنا لأولاد أولادنا يعرفوا البلاد هذه شكون مات عليها. الفن هوس سكن فكره ووجدانه، أراد أن يروي به ظماء تونس لأبناء لا ينسون التاريخ. ماتريال هو بيرة ومطرقة مع معناها ذكر ومخي، والفن عندي معناها موجود في داخلي، لكن حالة ماديات كيف وفرت نايف شوية فلوس معناها حبست البني، قعدتش بطال ما دامني ننقش مانيش بطال. الحمد لله يا ربي عاونتني مرتي معناها تخدم في المعمل، فهمني، حتى كي نسحق معناها مصروف تصرف هي،
فهمني ضو ما تخلص هي، المهم انا نوصل لك الفن هذاك اللي يحب يخدم يخدم. اللهم انسان انا بديت من تحت الصفر وعمري ما وقفت قدام معتمديه ولا ولايه وقلت لهم اعطوني. محمد دويهش يعمل على تطوير هذا الاختصاص واحداث ورشه لتكوين بعض الشباب حتى يتمكنوا من عمل يضمن لهم الكرامه، هكذا حدثنا هذا البسيط العظيم ايمانا منه بان المستحيل ليس تونسيا. وبهذا نختم النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة يقر أمام نواب الشعب وجود نقائص في عمل الحكومة لمواجهة معضلتي البطالة والتنمية، ويدعو إلى ضرورة إيجاد حلول توافقية لتحسين الوضع. توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى كل من البحرين والكويت. خلال زيارته إلى تونس، المبعوث الأممي لليبيا يحذر من تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بسبب الانقسام السياسي. ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للتلفزة الوطنية info@tunisiatv.tn. ونذكر أن سنة و146 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.